الحمد لله على السلامة ورعا العالم. بالزمن مش كده أحسن؟ لا شايلة ولا جرة ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. مسجلة إبراهيم كبداكي عندك إيه؟ إبراهيم؟ ها؟ وأنا حساك إن قلت إبراهيم عندي ليه؟ صحيح هتسيبيه عندك ليه؟ عندك حق عندك حق. حركة برضه حلوة. كبدة ريستوران. لا برافو. يلا ايوه يلا خدي قولي له ان احنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبة قلبي. تعالى للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده، هو مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعالى بس. يلا يا ابراهيم ما تتاخرش، احنا مستنيينك. يلا طب تمام، مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. سلام يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ورق العنب. الف السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا 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 اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، اتعلمت تلف الدريكسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين. خش ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. ليه كده يا ابراهيم؟ ليه كده؟ الله، هو انا يعني عشان عاجز تقوم انت تجري؟ انا مش هعرف اجري وراك. ماشي يا هيبة. عارف يا ابراهيم انا اتولدت من الوراق عند حته كده اسمها مصنع الكراسي، ما كانتش معروفه بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عيل يضايقنا ولا حاجة كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بس بعدها بقى مبقتش ألعب مع العيال، بقيت أحب ألعب مع كبار عشان أنا بعرف ألعب. كسبت 50 مليون، كسبت الوراق، كسبت مصر، وجيت قعدت هنا. فأكيد مستحيل إن أنا أكررها تاني وألعب مع عيال زبالة زيهم. والله العظيم أنا كنت هقول لك، وكنت هقول لك على إبراهيم وناوي يعمل معاك إيه، بس يعني ما جاتش الفرصة والله. حبيبي حبيبي، أنا عايز أعرف منك حاجة. ما أنا عارف من الأول كل
كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعي، وعشان انت جهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عاملاني. رومينج يعني ايه يا هيما؟ ها رومينج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. وبما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر، ردت عليا اميره الامراء وقالت ايه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشه. عارفه لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت انت فين. فاتت عليكم دي صح؟ فاتت عليكم. والله العظيم مش انا اللي عملت كده، ده ابراهيم هو اللي قايل ان انا عامل كل الكلام ده. والله واطيه، يلا يا واطيه. شفتي يا ايما؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطيه هي بقى ولا مش واطيه صح؟ نجوان طلعت واطيه صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا ما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده معرفهاش. بس عليك يا ابراهيم، انا فاكرك عيل ذكي بتفكرني بنفسي يا مشاه قبل ما اعملهم تطلع عيل اهبل. يا ده انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاه. يعني نجوى ما تتصرفش كده من دماغها ابدا، وانا كان كل اللي هممني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك معرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكوا ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب والله. انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا وانا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجه. كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارفه يا نجوان انا شاطر، انا شاطر. برافو برافو مروان برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تقضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شكلها، وقعدت فكرت فيها، يا ترى الواد اللي خبطني ده ابني ولا ابن ابراهيم؟ عشان كده عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتيلي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهلش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصة كده. بس كده يبقى الموضوع أوسخ، لأن إزاي يبقى في بطنها ابني وتتفق مع حشرة قذرة زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى أسأله أنا قلت له إيه؟ أنا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا أنا هبلغ مروان بكل حاجة والله العظيم. بقول لك إيه يا باشا؟ ما المسامح كريم، إيه رأيك؟ إحنا غلطنا وأنت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكوا، انا بس هعمل فيكوا زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكوا زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك يلا.